أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأ المريض على نفسه، وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ نعم، يقرأ في كفه سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وينفث بكفيه، ثم يمسح بكفيه ما استطاع من جسده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما الأحاديث فيقرأ الأحاديث التي فيها الاستعاذات، التعوذات الشرعية، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ويقول: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، أسأل الله يشفيك. ويقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حرمنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. وهكذا يدعو بما ورد. نعم.